الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكل مشاهدي الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، أسعد إن شاء الله بهذا التجدد الطيب مع حضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل، اللهم آمين. الحقيقة جالي سؤال، أنا قلت يعني معلش هستسمح باقي الأسئلة اللي جت على الصفحة إن احنا نبدأ بيه، والحقيقة اللي لفتت صاحبة السؤال إلى النظر إلى قضية مهمة، وهي إنه أحيانا تمر بعض البلاد بظروف صعبة وقاسية، لكن ساعتها الإنسان يعني لابد إن هو بيجتهد بكل ما أوتي من قوة من تحصيل الأسباب الموجودة والأخذ بهذه الأسباب قدر استطاعته للوصول إلى غايته وإلى ما يهدف إليه. لكن الحقيقة في أمور بتكون فوق أحيانا طاقة الإنسان، فإحنا المفترض نشوف إيه اللي ورد في السنة ممكن يستعين به الإنسان في حياته عشان يعدي هذه العقبة أو ذلك الموقف. الحقيقة أنه جالي سؤال من بلدنا، في بلدنا في قارة إفريقيا وهي الصومال، من متابعة جيدة معنا وهي الأستاذة آية، واللي بعتت وهي من الصومال، من أهل الصومال، بتقول نرجو الدعاء لبلدنا لأن هم بيعانوا من نقص شديد جدا في الأمطار وجفاء شديد جدا، وبتقول إنه ناس كتير جدا بتموت وبهائم أيضا كثيرة تموت، وإنه يسألوا يعني المشاهدين الكرام بدوام الدعاء لهم. إحنا هندعو لكم، وإنتم كمان يا أختنا الفاضلة الأستاذة آية، علينا إن إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى وعلى الإمام الموجود هناك في الصومال، إذا كان في مكان بعينه أو في عدد من الأئمة الموجودين، إنه الأصل إن إحنا بنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة تسمى صلاة الاستسقاء. هذه الصلاة سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قام بها صلى الله عليه وسلم لما حدث وكان مثل ذلك الموقف، وكان يعني بيأتي النبي عليه الصلاة والسلام الناس ليسألوه الدعاء لما ألم بهم من جفاء شديد. والحقيقة إنه هذه الصلاة الاستسقاء بمعنى طلب الماء، ومعناه إن احنا نطلب من الله سبحانه وتعالى الغيث وأن يغيث الناس بهذا الغيث الطيب الذي تكون معه القوة والذي يكون معه الرحمة والفرج. ندعو الله سبحانه وتعالى لكم، وأنتم كذلك لابد أن أنتم تقوموا، يدعو الإمام إلى الصلاة، ويخرج كل الناس من يستطيع أن يخرج إلى أداء هذه الصلاة والتي هي سنة مؤكدة. بيصلي الإمام ركعتين، والصلاة بتكون جهرية وبتكون بلا أذان وبلا إقامة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام خرج وصلى بالناس صلاة الاستسقاء، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بدون أذان وبدون إقامة. ويجوز كذلك للإمام أن يدعو الناس فيعين يوما، يقول إحنا هنخرج في ذلك اليوم المعين لنصلي صلاة الاستسقاء. قال أهل العلم قد يستقبل ذلك اليوم بالصيام وتلاوة القرآن والتوبة وكثرة الاستغفار، ثم نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لنسأله الفرج والغيث الطيب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بهذا الغيث الطيب، اللهم صيبا نافعا إن شاء الله لكم وعليكم إن شاء الله. فإحنا في الحالة دي هنتوجه مع الإمام يصلي ركعتين، الركعة الأولى قلنا هنصلي صلاة جهرية يعني هنبقى سمعينه في القراءة، يقرأ بفاتحة الكتاب ثم سورة وسورة الأعلى في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة الغاشية. هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء، يبقى بيدعو الإمام إلى هذه الصلاة. وما فيش مانع لو كان الإمام حتى ده بيقوم بده في يوم الجمعة أو في غير، هي ملهاش وقت محدد، يعني ذكر العلماء بأن صلاة الاستسقاء ليسها وقت معين، لكن بنجتنب أوقات الكراه. ثم بعد ذلك بيتوجه يدعو الإمام المصلين لأداء هذه الصلاة بدون أذان بدون إقامة، بنصلي ركعتين، الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية نقرأ بفاتحة الكتاب ثم سورة الغاشية. وبعد ذلك بعد أداء هذه يعني الركعتين صلاة الاستسقاء
يبدأ الإمام في خطبة يقول يذكر الناس ويعظ الناس، وده احنا بنحتاجه في كل وقت وحين، ثم بعد ذلك يتوجه إلى القبلة ويبدأ في الدعاء ويلح في هذا الدعاء. ووارد عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ كثيرة، يجوز له أن يقول اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، يدعو بما شاء، ولكن الأولى أنه يلزم بعض هذه الأدعية أو أنه يجمع بين ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء. وأرجو وأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يغيثكم قريبا قريبا بصيب نافع إن شاء الله. ربنا يغيث أهالينا جميعا في الصومال بهذا الغيث إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم كمال التوفيق إن شاء الله، ونطمئن عليكم يا أختنا الفاضلة الأستاذة آية من الصومال، وتحية لكل أهلنا بالصومال. طيب احنا برضو كان من الأسئلة اللي وردت الحقيقة في على الصفحة الرسمية وكانت على الكومنتات، أنا هاخد كل الأسئلة اللي معانا، بأنه أخ فضل الأستاذ محمد بيسأل بيقول أنه إيه هي الأدعية اللي الإنسان يقولها لكي يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الوجود من العدم، إن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني خلق الناس وأوجدنا سبحانه وتعالى جل في علاه، إيه الصيغة اللي أنا ممكن أقولها لحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة؟ الصيغة علمنا الله إياها يا أستاذ محمد، أنت تقرأ وتصلي يوميا بفاتحة الكتاب في الصلوات المفروضة، وبداية فاتحة الكتاب الحمد بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. وقلنا إن اللام هنا في الحمد لله أنه لا يكون الحمد إلا لله سبحانه وتعالى، هو المختص به وحده سبحانه وتعالى لعظيم نعمته على الخلق، إيجاد الخلق من العدم، وفي هذا نعمة ورحمة، ولأنه سبحانه وتعالى المستحق للحمد، فعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف نؤدي هذا الحمد وكيف يكون على الصورة المقبولة، فعلمنا في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. وطبعا صيغة الحمد يعني افتتحت بيها 5 سور في القرآن الكريم، من ضمنها سورة الفاتحة، معك سورة الفاتحة مستهل، وفي بداية سورة الأنعام، في سورة الكهف، في سورة سبأ، في سورة فاطر. وإحنا عندنا كمان من الأذكار اللي النبي عليه الصلاة والسلام حضنا على الإكثار منها، بل وقال النبي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل الكلام، أفضل الكلام بعد القرآن الكريم سبحان الله والحمد لله. وورد في الحمد وفي هذه الجملة التي هي من الكلمات الخفيفة على اللسان العظيمة في الميزان، من ضمنها الحمد لله رب العالمين. فعلمنا الله كيف نؤدي هذا الحمد، فعليك أنك تردد دائما أبدا الحمد لله رب العالمين. حضرتك برضو بتسأل إنه على نعمة الإسلام، على كل شيء يا أخي الفاضل تردد الحمد، وأنت بالفعل تردد ذلك في فاتحة الكتاب يوميا، وإن كانت لك أذكار ترددها فأنت كذلك ترددها يوميا. لكن على الإنسان وهو يردد الحمد ويقول الحمد لله سواء في فاتحة الكتاب أو فيما يردده من الأذكار، إنه يستحضر معنى الحمد، أوجدك من العدم سبحانه وتعالى جل في علاه، أعطاك وأنعم عليك بنجوده وكرمه سبحانه وتعالى جل في علاه، عاملنا بإحسان وفضل، وأوجد في هذا الكون من يقوم على يعني وما يوفر به الأسباب الطيبة لحياة كريمة للإنسان، وكل ذلك وغيره يستوجب من البشر جميعا، يستوجب من أهل الإيمان الإكثار والإلحاح بل وحضور القلب عند الحمد. فإذا أنت المعاني الطيبة دي يا أستاذ محمد أنت بتسأل عنها، معناها أنها حاضرة في ذهنك، فده معناه أنه وأنا أردد لفظة الحمد سواء وأنا أقولها كآية كريمة في مستهل سورة الفاتحة أو في مستهل أي سورة أو وردت في أي موضع، وأنا أردد ذلك الحمد على الإنسان المؤمن أنه يعني يشعر هذا المعنى، يشعر معنى قيمة الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. أختنا الفاضلة اللي بعتت سؤالها أكتر من مرة، واللي بتقول إنه يعني لها صديقة، هذه الصديقة ما رضيتش أقول اسمك عشان ربما ما يكونش الأمر فيه حرج، فهي بتقول إنه
يعني صديقتها بتديها مبلغ من المال وبتقول لها شوفي حد من المحتاجين اديله المبلغ ده. فهي بتقول أنا موظفة ومعايا 4 أولاد وفي أشد الاحتياج لهذا المبلغ، لكنني لا أستطيع أن أخبرها بأنني في احتياج لهذا المبلغ، هل يجوز لي أن أخذ من هذا المبلغ قدرا ليعينني على حياتي؟ وانت كررتي السؤال أكتر من مرة، وأتمنى تكوني سمعانا، وإن شاء الله الأدمن ينبه حضرتك أن احنا بنجاوبك على السؤال. الحقيقة أنه هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء في من أوكله أن أنا أدينه مبلغ من المال وأقول له المبلغ ده طلعه وشوف المحتاج وادهوله. فاختلف الفقهاء، هل يجوز للشخص اللي أنا بوكله في هذا المال أن يأخذ منه لنفسه إن كان من أهل الاحتياج؟ الحقيقة أنه للفقهاء نقاش علمي في هذه المسألة، والراجح في الحقيقة أنه يجوز ذلك بشروط. يبقى احنا هنطلع من الخلاف ده بأن احنا هنقول أو هنرجح الرأي الذي قال بالجواز لكن مع باقة من الشروط. أولا، إن الشخص اللي وكل إلي إني أدي المال ده جعلها على الإطلاق. يعني إيه جعل العطاء ده على الإطلاق؟ يعني ما حدد ليش جهة معينة، يعني مش خد المبلغ ده مثلا وروح حطه في الجهة الفلانية، أو طلعيه لأيتام، أو أنك أنت تودي أو تنفقي هذا المبلغ أو تعطي هذه الصدقات لأرامل، أو هذا لطلبة علم. فما حددش يعني صاحب الصدقة، ما حددش الجهة ولا الشخص، أو شخص معين فيقول له أنت عارف فلان ده أنا مش هقدر أنا أديله، فأخد أنت أديله الصدقة دي أو أديله هذا المبلغ من المال. ومش لازم أن أنا أقول إذا كانت دي صدقة تطوعية ولا واجبة، يعني مش لازم أقول دي من الصدقة مطلق الصدقة أو من الزكاة. لكن وكلت هذا الشخص وقلت له خد ادي الفلوس دي لسين ده أو لصاد أو لعين، عينت له حد. في الحالة دي إذا عينت جهة، يعني حددت مكان معين يطلع فيه المال، زي مثلا أقول له خده حطه في المسجد لعمارة المسجد أو للخدمات اللي بتوفر للمسجد، ما ينفعش أنا أخد الفلوس دي وأصرفها على نفسي. ما ينفعش لو يقول لي طلع الفلوس دي أو طلع الفلوس دي لفلانة أقول لا ده أنا أولى فأخدها لنفسي، لأن هنا في أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، عشان ما بقاش أنا خنت في هذا المال. حدد لي جهة يعني مكان، حدد لي شخص بعينه، يبقى لازم يطلع المال ده للجهة أو يطلع للشخص. طيب افرض إن الذي وكلني في مال الصدقة لم يحدد لا جهة ولا مكان، فقال لي أو قالت لي خدي الفلوس دي اديها لحد محتاج، حد معسر، حد مش لاقي، فخدي اديله شوفي مين اللي محتاج واديله المبلغ ده. أنا في الحالة دي قال الفقهاء طالما لم أطلق ولم يقيد بجهة أو بشخص، ففي الحالة دي ذهب فريق من أهل العلم بجواز ذلك، بأنك تاخد إن كنت أو إن كنت من أهل الاستحقاق. ومعنى كده أن أنا باخد في الأمور الضرورية، مش هروح أغير موبايل ولا كون أنا مدخن سجاير وأقول عشان أنا علي مصاريف كتير، لا. وكان يعجبني من شيخي عليه رحمة الله فضيلة الإمام الشيخ محمد مصطفى ضبش، بأنه كان بيفتي أن ما حدش يدي صدقة الواحد بيدخن، وكان يعجبني هذا القول منه، لأن اللي بيدور على ضرورات الحياة مش هيدور على أنه يجيب دخان يفسد به حياته أو أنه معاه مال زائد فيروح يشتري به سجاير. نرجع للمسألة اللي بين إيدينا، وفي الحالة دي أختنا الفاضلة طالما لم تشترط صاحبتك جهة ولا مكان وأطلقت لم تحدد، يعني سبيتك اختار انت اللي شايفاه من أهل الاستحقاق، وأنا كنت من الفقراء اللي يعني أو من أهل هذا الوصف في الفقر، فيجوز لك أن تأخذي بهذه الشروط أو على هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء. وفي مختصر خليل الحقيقة، في مختصر خليل خاص بالفقه المالكي، في يعني تجميع كده لآراء السادة المالكية مع تفصيل دقيق جدا في الفروع، الحقيقة أجاد فقال إن اللي بيعطى هذا المال عشان يوزعه وكان من أهل الفقر والاحتياج له أن يأخذ من ذلك المال بالمعروف. طب الفقهاء اللي أجازوا ذلك استندوا على إيه؟ استندوا على قصة إن معن ابن يزيد أبوه لما دخل المسجد وأعطى لأحد مال صدقة، وهو بيحكي نفسه معن، فلما دخل معن المسجد أعطاه الرجل من هذا المال
اللي والده كان سايبه لهذا الرجل اللي ائتمنوا على ذلك المال وقال له خد طلعه للمحتاج. يعني أبو يزيد ما اشترطش، ما حددش، قال له للي انت شايفه محتاج اديله، فكان في الأمر إطلاقا. فلما جه خد معن ابن يزيد هذا المال، خد هذا المال وراح لوالده وقال له، فوالده قال له ما إياك أردت، أنا ما طلعتش الفلوس دي عشان انت تاخدها. فخاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ذلك الموقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز الإطلاق في هذه الحالة. يعني إيه؟ يعني النبي قال له لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الإطلاق بمعنى إنه يزيد لما راح أعطى الرجل هذا المال ليتصرف فيه ليعطيه لأهل الفقر والاحتياج، فقد أطلق يده في ذلك المال بإنه يشوف مين من أهل الاحتياج والفقر فديله. فهذا معنى الإطلاق، إنه ما قالوش ادي الفلوس ده لفلان أو طلعه للحتة الفلانية، إنما قال له اتصرف، شوف حد محتاج، حد معسر، أعطي له هذا المال. فهو شاف إن معن من ينطبق عليهم وصف الاحتياج فأعطاه ذلك المال. لذلك هذا وجه الدليل إنه أجاز النبي عليه الصلاة والسلام ما صنعه ذلك الرجل بإعطائه مال الصدقة لمعن، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد. يبقى احنا من خلال هذا الموقف اللي خدنا منه وجه الدليل في هذه الحال، واللي منه الفقهاء الكرام استندوا على فهمهم لجواز أن يأخذ ذلك الإنسان الذي يعني وكل أو اللي أنا أنبت في إخراج الصدقة إن كان من أهل الفقر والاحتياج أن يأخذ بعضا من ذلك مما يغنيه. لكن لازم نرى، افرض أنا بقى مش من أهل الفقر والاحتياج، يبقى أنا في الحالة دي محتال، وإذا أنا عملت الحكاية دي وأنا لست من أهل الاحتياج ولا الفقر، يبقى أنا مش أمين على ذلك المال، وخنت صاحب هذا المال في ماله. لو تكرر فعلي لذلك الأمر وأنا ما كنتش أهل للفقر ولا للاحتياج ولا أهل إن أنا أخذ هذه الصدقة، وجب إن أنا أحصل المقدار اللي أنا أخذته وأطلعه إنفاقا في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى لا أكون ممن خان الأمانة. وبقى أنا كده رديت عليكي، وما رضناش نقول لك برضو الاسم خشية، لأن أحيانا بتكتبوا بعدين بعد ما تقول السؤال وإحنا على بنقرأ على طول من الكومنتات ما تقولوش الاسم، فبيكون كنا قلنا الاسم، فيعني نتمنى تسامحونا على ذلك. طيب، في معانا برضو الأخت الفاضلة اللي هي بتسأل عن إنه الواحدة اللي هي بتحفظ القرآن الكريم لكن بتنسى القرآن، وبتقول إزاي أنا أحط لنفسي نظام دقيق جدا وأنا من حملة القرآن الكريم عشان القرآن يعني ما يتفلتش. طيب، هنقول لحضرتك بمنتهى البساطة، أنا لما لازم يكون لي ورد يومي، يعني لازم لو أنا ختمت القرآن يبقى أنا عندي ورد يومي بقدر معين. شوف أنا أقدر أخد في اليوم جزء ولا أقدر أخد جزئين، في ناس ما شاء الله بتاخد أكتر من كده بحسب طاقتي وجهدي. من ضمن الحاجات اللي كنا بنشوف يعني مشايخنا الكرام الأفاضل بيعملوها إنهم كانوا بيصلوا باللي بيحفظوه، وعاملين بعض الصلوات مقسمين الصلوات كده، جزء لمراجعة ما تم حفظه قديما وجزء جديد اللي هو تم حفظه جديدا، ده اللي لسه بيحفظ. أما لو أنا حفظت القرآن الكريم وعايزة إن أنا لابد إن يعني أجدد مراجعتي لكتاب الله، لازم يكون لي ورد يومي في القرآن. وأعيني نفسك على ذلك، لو كنت كذلك يعني لك فسحة من الوقت إنك تقدري تصلي بالقرآن، ودايما يعني بعد صلاة الفجر أو قبيل صلاة الفجر إن أنا أقرأ وأردد الأوراد بتاعتي، وأيضا قبل ما أدخل أنام. يعني دي حاجات الإنسان يقدر إنه يستعين بيها على إنه يعني دايما كده يبقى عنده تثبيت للحفظ، لأنك لو سبت القرآن سابك، هي دي مشكلة إنه أي حساب ممكن يفرح بالختم وبالحفظ وتاخده الدنيا وينسى اللي حفظه. لابد إن أنا أبقى دايما أراعي القرآن حتى لا يتفلت، فده بيعني إن أنا في اليوم لا يقل عن جزء عن جزئين، وطالما أنا حفظي جيد مش هياخد مني وقت إن أنا أسمع. ولازم يكون لي حد يعني برضو بيسمع، ياخد يسمعني وأنا أراجع القرآن الكريم ليردني فيما عن علي أو فيما أخطأت فيه. وربنا يفتح عليك أيات السائلة الكريمة. هنفتح كده مع حضراتكم إن شاء الله، نشوف برضو الأسئلة اللي بتجيلنا أول بول. بس في أختنا الفاضلة اللي بتسأل سهى عن أنها عايزة تطلع الزكاة بتاعتها مقدما، هل يجوز ذلك؟
أجازه يعني ده مجاز وأجازه كثير من أهل العلم، واستندوا على ذلك بأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة عمه العباس مقدما. وحضرتك أيضا تستطيع أنك أنت طبعا إذا كان المال بالغ للنصاب لكن أنت عايزة قبل حوالين الحول تطلعي الزكاة مقدما، أو أنت اعتدتي على صنيع ذلك جاز لك ذلك يا أختنا الفاضلة. هنرجع إن شاء الله يعني شفتوا إحنا طيب إحنا فاضل دي أو نرجع تاني، إحنا طبعنا كل الأسئلة أهو عشان السادة المشاهدين اللي معانا. طيب بس ناخد برضو من الأسئلة القديمة ونرجع ناخد أسئلة حضراتكم من على الكومنتات على طول، بلاش نقول الاسم. هي بتقول حاضر، ليها أخت بتاخد حاجات كتير منها ومش بترجعها، وعينيها على كل حاجة حتى هدومي بتاخدها وتقول لي هرجعها ومش بترجعها. أختي الأكبر مني هي اللي بتعمل كده، وأنا مش عارفة أقول لا، بخاف من ربنا سبحانه وتعالى يمنع مني النعمة أو إني أزعلها، بس ده مبدأها. وزوجي بدأ يتضايق من هذا الموقف، وإن هي على طول تاخد من أختها الحاجة وما ترجعهاش مرة تانية، وهي مش محتاجة، بتقول دي هي عايزاها وخلاص. لا يا أختنا الفاضلة، أولا الحاجات دي زوجك جابها لك الكريم ومن حقه يتضايق، وبعدين إحنا قبل كده قلنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. يعني أنا دلوقتي إنسان بياخد مني حاجة بطريق اللف والدوران أو بطريق إن هو يحرجني، يبقى أنا باخد حلال ولا باخد حرام؟ هجاوب على السؤال ده لكن إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله تعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين آمين. مرحبا بحضراتكم من جديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فبقول لأختنا السائلة ما قلناش اسمها، إن أختك اللي اعتادت إنك أنت ما بتقوليش لا، هل إنه ربنا سبحانه وتعالى في خاطرك إنه ينزع منك النعمة فيما تملكين، وإنه إنسان آخر يجور عليك أو يتحايل في إنه ياخدها بطريقة إنه يحرجك أو يلف ويدور بطريقة معينة عشان تاخد شيء ربنا سبحانه وتعالى يعني أنعم بيه عليك، وهي كمان ليست من أهل الاحتياج؟ ده الكلام ده لو أنا إنسان أمنع العطاء، إنما لو أنا إنسان كثير العطاء ودايما براعي حبيبي وراعي أهلي ودايما أنا مضياف كريم ودايما إن أنا عطاء وأمتثل إن أنا دايما الهدي النبوي الكريم في إن أنا أهادي الناس قدر المستطاع من باب أولى الأقارب، فده شيء جميل. لكن إن تأتي إنسانة فتجني على حقي وتجور بهذه الطريقة، لا، ده واجب إن حضرتك ترديها بطريقة لطيفة، بطريقة لطيفة. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني وجد في آيات الإنفاق وإحنا بنتكلم مع الأقارب، واعتادوا من الإنسان عطاء بعيني، فإذا الإنسان بينتظر رحمة من الله سبحانه وتعالى أو عطاء عند مثلا في مواقف معينة أو حتى عند مواقف إنسانية الإنسان بيتعرض ليها بإنه أنا عايز إن أنا أدي
وعايز ان انا اعطي، ولكن ليس بهذه الطريقه المش منضبطه. هتقدري حضرتك تدي وتواليها بالعطاء، ولكن ليس على هذه الصوره اللي هي في الحقيقه بتاخد حرام. عشان كده انا تركت حضراتكم قبل الفاصل بهذه العباره، هل اللي بتاخد تضغط عليا او تحرجني واقدر اقيس على المعنى ده حاجات تانية كتير، لان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، لاني بضغط على اللي قدامي وهو كاره لهذا الفعل، لاني لو حكمته في حاجته مش هيقعد كل ما اشوف حاجه عايز اخدها وامشي انه هيقبل ده، ولو انا مكانها وحطيت نفسي مكانها لن اقبل هذه الصوره. يبقى هذا الفعل صاحبه كاره عند العطاء، هل يجوز لي ان انا اخذ الحاجه على هذا الحال؟ لا يجوز. انا اقدر اعمل ده، بقول لها لا انا بلبسه، لا انا محتاجاه، من غير ما اكذب، من غير ما اكذب ولا ان انا احط نفسي ولا اتكلم بطريقه وحشه، فقل لهم قولا ميسورا، يكون كلامي كده في لين وفي لطف، حتى وانا ارد السائل واحتفظ بانه يكون لي حدود حتى في التعامل مع اقرب الاقربين. يا اختنا الفاضله، هنرجع بقى كده شوية لكومنتات حضراتكم على الصفحة حالا اللي حضراتكم بعتينها. حاضر، أختنا الفاضلة بتقول زهرة، هنقول بس أول الاسم: ما جزاء من يقوم بالتفريق بين الزوج وزوجه بسبب أن الزوج عقيم ولا يجوز لزوجته أن تتمتع بفلوسه لوحدها، ولكن المفروض ياخدوا هم الإخوة هذا المال؟ عايز أعرف يعني حكم الشرع، حكم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. يعني كل إنسان يفسد الحياة الزوجية فيفسد العلاقة أو يفسد حال الزوجة مع زوجها، النبي عليه الصلاة والسلام خرجه بره هذا الطريق المحمدي النوراني، فقال ليس منا، أي ليس على الطريقة المحمدية النورانية ذلك الإنسان الذي يتعمد أنه يفسد العلاقة الزوجية فيما بين الزوج وزوجته. يا أختنا الفاضلة، عليك بالصبر وعليك بأنك تتحملي، وإدعي ربنا سبحانه وتعالى يقيك شر هؤلاء الناس، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويأذن بالفرج. طيب أختنا الأسئلة بس الطويلة، أتمنى أن احنا بس نختصر في الأسئلة. حاضر حاضر يا أستاذ عمر، حاضر. الأستاذ الفاضل اللي طالب ما نقولش اسمه بيقول أنه ما كانش يعرف أنه لما حد ياخد من حد حاجة أنه بس بعد كده لقيت ان ده حرام وما ينفعش اروح اقول ليه، طب ينفع اطلع الحاجه دي لله؟ طالما انت عارف اخينا الفاضل هذا الشخص فين، مش لازم تديها له في نفس شكلها، اديها له في اي هديه، يعني اتلكك كده في شكل صوره هديه، حضرتك بتشوف القيمه اللي انت اخذتها او الحاجه اللي انت اخذتها دي شكلها ايه، وقم بهديه ذلك الانسان، ويبقى انت كده، لانه طالما ده موجود قدام حضرتك. امتى احنا بنقول تطلع الحاجه دي لله؟ لو انت مش عارف اراضيه، انت مش عارف توصل له، فانه لا تبرأ الذمه الا بذلك، انك يا صاحب الحق ياخد حق. طب انا مش هعرف ان انا اقول له ان انا خدت ده من وراك، تبرأ الذمه ازاي؟ تبرأ الذمه بان حضرتك تحاول انك تديها في اي صوره كانت، ودايما نجعل هذا الادب الجميل فيما بيننا، نقعد نقول لبعض كده سامحني لو انا قصرت في حقك، والتاني يقول سامحني انا كمان، انتوا تسامحونا، الزوجه تقولها لزوجها، الزوج يقولها لزوجته، الناس فيما بينهم نسامح المسامحة العامة دي بدون ذكر تفاصيل وندخل في أمور يعني هتبقى محرجة وربما تمنع الإنسان من القيام أو بأداء هذا الحق اللي هو المفروض أنه مش أداء بقى على جهة أنه كان بيقوم، لا ده هو يعني أسرف على نفسه في أنه أخذ شيء أو تملك شيئا الحقيقة أنه مش بتاعه. أنت بنقول تطلع ده لله لو أنت مش عارف يعني مكان هذا الشخص اللي أنت أخذت منه المكان الحاجة، معذرة، اللي أخذت منه الحاجة، لكن لو كانت الحاجة دي متعلقة بأمانات عامة وانت مش هتعرف تعين اشخاص، الناس كأنه موظف في مكان معين بيتعامل بطريقة معينة عشان الناس تديله فلوس، او انه بياخد بطريقة او اخرى المال العام ده بيرجع لخدمة الجماهير، فأي حاجة في خدمة الجماهير حضرتك بترجعها برضو في اي بقى مؤسسة بتدعم العمل الخيري اللي بينفق على الناس وبيقوم على خدمة الناس، ده بالنسبة لرد المال العام كذلك. انت اعتقد كان في سؤال خاص بيه برضو. يعني الأخت الفاضلة اللي
ماشي. الأستاذة ناسوم بتسأل عن مسألة الصلاة، بنت 11 سنة وبنتها التانية 9 سنين، هل هي بتصلي، هل يعني تجوز لها الصلاة بالبنطلون؟ ما أنا مش عارفة البنطلون ده صفته إيه، ولا لازم الإسدال، لأنهم بيتضايقوا من لبس الإسدال كل شوية. هو كل شوية هم 5 فروض يعني، وهي فكرة الإسدال بس إنك أنت عاملة يعني ملبس خاص بالصلاة. لكن الفكرة إنه عند بعض الفقهاء يعني بص على مسألة إنه لو كانت الملابس ضيقة ضيقا شديدا ربما أبطلت الصلاة عند البعض. فأنا في الحالة دي خليني في الوسط عشان دي الصلاة. أعمل إيه؟ يعني إذا كان البنطلون ده واسع وعليه شيء طويل ما فيش مشكلة، لكن ما تبقاش الأمور بقى إنه الجسم متفصل في الشيء اللي أنا لابساه وأقول ينفع إن أنا أصلي بيه هما بيداي. أي لباس ساتر مش لازم إسدال، يعني أي لباس ساتر فضفاض تصح فيه الصلاة أصلي، والإنسان يحافظ على صلاته يا أختنا الفاضلة. في أشكال وألوان وحاجات مصرية لطيفة جدا حضرتك ممكن تجيبها لهم بحيث تحببيهم في هذا، تجعل لهم ملبس خاص بالصلاة، وده نوع من تعظيم أمر الصلاة في عيون فتياتنا، وده مطلوب نعمله مع أولادنا ذكورا وإناثا. طيب أنا هرجع تاني للأسئلة معايا، ولكن هناخد برضو من الأسئلة اللي جت امبارح. حاضر، الأسئلة اللي جت امبارح كان معانا أخت فاضلة بتتكلم عن إنها يعني اللي بتلبس سلسلة فيها لفظ الجلالة أو خاتم فيه كده، هل يجوز لها إنها تدخل به إلى الحمام ولا لا يجوز، وإن البعض حرم ذلك؟ الحقيقة إنه جمهور الفقهاء على كراهة ذلك، في فارق بين الحرمة والكراهة. جمهور الفقهاء على كراهة إن أنا أكون يعني لابسة شيء أو معايا شيء في لفظ الجلالة واضح، أو اسم من أسماء الله، أو اسم من أسماء الأنبياء، أو آية من آيات القرآن الكريم تعظيما لآيات الله، إنه الإنسان يعني أخلع الحاجة دي، أخلع الخاتم وأحطه، أخلع السلسلة دي أو أحطها. ودايما لو أنا بحب أقعد بحاجات في البيت أقعد بحاجات اللي عشان أنا بدخل وبتحرك في أماكن منها الحمام خليها بالحاجات العادية عشان يعني يكره ذلك. لو أنا عملت ده مش هيحرم، هي ده من باب الكراهة تنزيها لآيات الله إنها تبقى في أماكن. يعني طبعا الحمامات اختلفت عن زمان، ما بقتش زي زمان، لكن الحقيقة في النهاية لو أن إنسانا داخل الحمام هو يعني هو مكان لذلك، فإحنا خلينا في إنه. لكن لو واحدة جت واضطرت ومش قادرة تفك السلسلة اللي لابساها ولا الخاتم ضيق في إيديها ودخلت، فبنقول الحكم كراهة، الجمهور على الكراهة. واستندوا في ذلك بالحديث أو بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي ليه خاتم، الخاتم ده مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء خلع ذلك الخاتم صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني تكلم فيه بعض المحدثين، فمش كل المحدثين قبلوا هذا الحديث، لكن الحقيقة إنه حسنه بعض أهل العلم، فمن حسن هذا الحديث أخذ بحكم الكراهة، ومن رأى في الحديث ضعفا أو ضعفا الحقيقة لم يعمل به وشايف أن ما فيش حاجة في هذه المسألة. بس نبقى منتبهين لفكرة أنه ده مكروه ولا حرام، فارق بين المكروه وبين الحرام، أيتها السائلة التي سألت هذا السؤال بالأمس. هنرجع تاني لأسئلة حضراتكم اللي كانت معانا. أختنا الفاضلة هي مش كاتبة اسمها، بتقول هي بينها وبين أهلها سفر 3 ساعات وجوزها مش بيقول لها صريحة ما تروحيش، لا بيقول لها روحي براحتك، لكن بتقول لما برجع بيبقى يعني مكشر في وشها جامد وبيبقى زي اللي مخصمها. وبعد كده بتقول ان انا حاسة اني لو رحت تاني هيطلقني ويبعدني عن الولاد. لا ان شاء الله ما يكونش فيه هذا الامر، لكن يمكن انت بتروحي كتير ولا حاجة، يمكن انت سايباله البيت على طول كل شوية تروحي تسمعه. اصلي 3 ساعات معناها انك بتروحي بقى اللي انا فهمته 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي، او جملة الامر يعني 3 ساعات، ففيها مشقة بتتعرضي ليها، هترجعي في نفس الوقت تبقي متعبة داخل البيت. يمكن هو بيحتاج طلبات، يحتاجك، الأولاد، الحياة الزوجية فيها نوع من المشقة والمجهود، فربما هو مشفق فبيعمل الحكاية دي من أجل هذا الأمر. لو كان قاطعا للرحم لا صرح بذلك، لكن ربما أنت زودتيها ولا حاجة، أنت ليك يعني مرة في الأسبوع روحيها، مرة كل 10 أيام،
أروح أزور أهلي، ولا مانع أن أنا أستأذن أن حد يجي يزورني عشان ما تجهديش في هذا السفر لو كان في ساعة في الأمر. وإن شاء الله بإذن الله يعني نظميها بالطريقة اللي ما يكونش فيها نوع من ضياع حق الزوج، لأن مهم أن أنا أحافظ على يعني طالما أنه هو يعني حد بهذا التصرف أنه مش بيباشر، يعني مش بيقولك صراحة اعملي وما تعمليش، أنا أنظمها معاه، أتكلم معاه في لحظة صفا كده وأقول له أنت إيه اللي بيضايقك عشان أنا ما أعملوش، أنا بس بحب أشوفهم عشان نأدي حق البر بالأب وبالأم، وده واجب علينا. أما لو كانوا إخوة وأخوات يعني أنت معاكي تقدري كل شهر مرة، كل أسبوعين، بحسب ما تستطيعين. ما أنا أنت قايلة لي أهلك دول، أنا مش عارفة إن كان الوالد والوالدة، ولا أنت حضرتك بتقصدي الإخوة والأخوات ولا الأعمام ولا الأخوال، أنا مش عارفة حضرتك تقصدي مين بالظبط. لكن في نهاية الأمر إنه حضرتك تنظمي المسألة، إن كانت الزيارة للوفاء بحق الأب والأم فلك مرة في الأسبوع، إن كانت للإخوة والأخوات فلك مرة في الشهر، أو للأهل عموما فعلى يعني بحسب ما يتيسر لك خلال إيه المناسبات والأوقات اللطيفة المرحة اللي بيبقى فيها يعني إنه الأهل بيلتقوا. طيب أنا أقعد أنظم ده مع زوجي حتى لو مرة في التانية، ما هو يحس إنك أنت بتقدريه وإنك أنت خايفة على مشاعره، إحنا ساعات بنفقد المفاتيح اللي بيها بنتعامل مع الأشخاص، ويبقى الإنسان في إيده المفتاح بتاع الباب اللي موصد أو المغلق في وجهه، ولكن إحنا بنتكبر، نكسل، ما نحسنش التفكير بعض الوقت. لا، إحنا عايزين هدوء، لأن الحياة الزوجية حياة محتاجة نوع من الحكمة والسياسة في التعامل، ومن يتحرى الخير يعني يعطى. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الزوج الهداية، وأن ربنا يهدي ليكي بإذن الله يا أختنا الفاضلة. الأخت الفاضلة، أنا مش هقول اسمك، كنت بعتي السؤال هنا وإحنا طابعين وأهو معانا برضو، هي بتقول إن ليهم أب، هذا الأب مبهدل العيلة ومبهدل أمهم، ومش بيخاف إلا على مراته أو على زوجته يعني الجديدة، وأخوهم الجديد، وبيخاف على زعل عمتهم وولادها بس، ومبهدل الوالدة لدرجة إنه مش بيصرف عليها بعد عشرة 33 سنة. والله أمي في حالها وإحنا كمان في حالنا، بس هم بيقلبوا علينا عشان طمعانين فيه، وإحنا تعبنا، مش عاوزين فلوسه، مش عاوزين منه حاجة أكتر من إنه يبقى كويس معنا. طبعا إحنا وإنتوا يعني بتحاولوا، أنت مفصلة بعد كده نفسك، الاسم هو اللي قدامي هنا، بتقول إن إحنا يعني الحالة المزاجية للأب إنه على طول في تعسف، في ظلم. هذا الأب يعني نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، لأنه يبعث يوم القيامة بشق مائل، وده من عدم العدل، عدم تحقيق العدل بين الزوجتين. وحضرتك الزوجة الأولى ما زالت يعني على عصمة حضرتك، وبعد 33 سنة لابد من الوفاء بحق الجميع، لأنك في النهاية ستسأل عن هذه الزوجة وستسأل عن هذه الزوجة. وقلنا قبل كده مسألة العدل بين الزوجات ده حق متعلق بآدمي، هذه الزوجة لها حق وحق عظيم في دين الله، ما جيش أنا أفرط في هذا الحق وبعد كده بقول أنا بصلي وبصوم، ده أنا بديهم معرفش أنا بعمل فيه. بعض الناس بتقصر المعاملة على فلوس، والحقيقة إنه الزوجة في الشريعة لها حق مالي ولها حق أدبي، فلا يجوز إغفال أحد الحقين، المفروض حضرتك بترعى الاثنين. طب إحنا نعمل إيه مع الوالد؟ أنا معرفش ظروف ليه هو واخد هذا الموقف من الوالدة الكريمة، لكن احنا في النهاية ما نتمنى احنا كأولاد ونحسن إليه قدر المستطاع، ونقول لأمنا الكريمة احنا ما ندخلش نفسنا في صرف ايه ما صرفش ايه، خليه هو في أحوال دي، لكن ننصح للوالد من وقت للتاني، وقولي له القرآن الكريم أمرنا بقول الله، أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيا أبي الفاضل، يا أبويا، أرجوك أنك أنت يعني تتقي الله في أمي وتخلي بالك عليها، وأنتوا عشرة طويلة 33 سنة، فيصبح لا مانع أنه الأب أو الأم في مرحلة معينة من حياتهم أن أحد الأبناء بيقوم بالنصيحة. وأنا بقول أنه أولى من الغريب أنه يجي ينصح، فيبقى الإبن أو الإبنة يقوم بالتوجيه قدر المستطاع في الصورة التي يراعي فيها أن ده والده وأن دي والدته، ونأخذ بالأسباب في هذا قدر المستطاع، وبعدين الحاجات اللي بتعمل مشاكل نجتنبها، وندعو الله له بالهداية،
وندعو الله له بالهداية، وندعو الله له ولأنفسنا كذلك بالهداية، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نطلع للفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله أتواصل مع حضرتكم على خير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين آمين. مرحبا بحضراتكم من جديد، ونعود إلى أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف إن احنا بنأخذها مع حضراتكم على الهواء من خلال الكومنتات اللي على الصفحة، غير اللي بيأتي على البريد. البريد بيطبع كما هو أمام حضراتكم، وبناخده وبنجاوبه مع حضراتكم تباعا في الحلقات. الأستاذ زين بيقول يعني هو بيجتهد في العبادة، سواء في الصيام تطوعا والذكر وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصلاة، وبيصلي كل الصلوات في جماعة ما عدا صلاة الفجر. بيقول أشعر بالضيق والحزن لعدم التزامي بصلاة الفجر في جماعة أسوى بباقي الفروض. أخي الفاضل، شوف حضرتك لو كنت بتسهر جامد ممكن الإنسان يعني يحاول أنه يصحى لأداء صلاة الفجر فلا يستطيع، فلازم الإنسان ينظم يومه. لو أنا بسهر إما أنتظر أصلي صلاة الفجر وبعدين أنام، إما لازم أستعد وأن أنا أنام لها من بدري شوية. يعني الإنسان عليه من حق هذا البدن أنه يهنأ ببعض النوم ليستطيع الإنسان القيام ساعة الفجر والصلاة. وادع دائما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وادع رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه يجعلك من المقيمين للصلاة، وإحنا معاك إن شاء الله، وتذكرنا في دعائك إن شاء الله. مش هنقول حاضر الاسم. أختنا الفاضلة اللي بتقول إنها دائما بتأخذ بالأسباب لكي يعني ربنا يفرج عنها كربه ويقضي لها حوائجها، وبعدين بتقول أدعو الله كثيرا وأستغفره وأقوم الليل وأصلي صلاة الحاجة وبلتزم بالذكر والحمد لله، لكن لم يأذن الله حتى الآن. انصحيني يا دكتورة ماذا أفعل، وخصوصا إنني في كثير من الأحيان أشعر بضيق شديد وأبكي كثيرا بيني وبين نفسي، وخاصة أثناء الصلاة. أشكرك. إحنا بنشكر حضرتك وبنقول لحضرتك يا أختنا الفاضلة لازم الإنسان يكون عنده رضا بما قضى الله سبحانه وتعالى، وبعدين أنا يعني أقوم وأدعو الله سبحانه وتعالى بزوال شيء معين أو بأنه يحدث شيئا معين. وماذا يعني عند الإنسان، يعني ما هو عند الإنسان، ما هو العلم الذي عند الإنسان يجعله يبني يقينا في عقله وفي ذهنه وفي وجدانه إن الشيء ده لو حصل خير، أو لو إن الشيء ده لو مشي يعني ده فيه الخير. مقاييس الخير والشر مختلة في ذهن الإنسان وفي تصورات الإنسان، لذا وجب الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، ويفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، لإني لا أعرف أين الخير لي وأين الشر لي. إحنا الإنسان عنده تصورات، هذه التصورات قد تصدق وقد تكون على خلاف ذلك، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وبلاش ان احنا يبقى عندي التخصيص والتحديد. اسألي الله سبحانه وتعالى العافية، وان شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى يأذن لك بالفرج ويأذن لك بخير عظيم، وخلي عندك يقين فيما عند الله. اختي الفاضلة ما تحطيش
دماغك في النقطة دي، في الفكرة دي، هي دي لو مشيت هو الخير، وهو ده لو جه هو الخير. ربما العكس، ربما ما أنت فيه من محن أنت شايفاها هي في ظاهرها محنة وفي قلبها رحمة. نسأل الله اللطف في كل شيء إن شاء الله يا أختنا الفاضل. أختنا ميجو بتقول إنه صلاة التسبيح كانت بتصليها، وبعدين سمعت حد بيقول إن فيش حاجة اسمها صلاة التسبيح، وسمعت هو قلد أو ذهب إلى من بعض أهل العلم الذين قالوا، هم مش بعض، هم يعني شخصية بعينها قالت ذلك، والحقيقة أنه خطأه كثير من أهل العلم في ذلك، ومنهم يعني الإمام الزركشي، وأنه من قال ببطلان هذه الأحاديث. الحقيقة أنه هذا الحديث ورد من طرق عديدة، ورواه العديد من الصحابة، منهم العباس وابن العباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا جعفر كذلك، وباقى من الرواة رووا هذا الحديث في الحقيقة، وصححه كثير من أهل العلم. فأنا ما ينفعش أجي إذا هو التزم رأي حد قال إنه ده، أو هو ربما لم تكتمل بالنسبة له النظرة فتعجل في الحكم على الحديث، وإحنا طبعا بنتكلم عن واحد من أهل العلم، لكن نعترض عليه ونقول له معذرة، هناك طرق عديدة ثبتت بها صحة الحديث، فلا ارجعي صليها مرة تانية وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الأستاذ محمد اللي كان بيسألنا بيقول إنه واحد بيقول له إنك ما ينفعش تقول عليه أفضل الصلاة والسلام، إنه ده حرام عشان ما فيش صلاة أفضل من صلاة. إزاي يعني؟ لا، يجتهد الإنسان فيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اجتهد، عليه أفضل الصلاة والسلام لا شيء فيها، وليس معه حجة من قال لك ذلك. فإن شئت أن تقول اللهم صل وسلم وبارك عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام، ما فيش أي يعني مشكلة إذا أنا استعملت حتى هذه الصيغة، وهو الذي يتعجل في هذا الأمر. وإيه محل الشاهد في الحرمة هنا؟ يعني ليس هذا بوجه يستدل به في السؤال اللي هو، أو في هذا المقطع اللي هو قايله لك. أستاذ أحمد نظمي بيقول هل حقا سورة ياسين تكثر من الذكاء وتفتح 30 ثقبا في المخ؟ الحقيقة أنا ما أعرفش الحكاية دي، لكن أعرف أن القرآن بركة ونور. بتعمل إيه بقى عمل هذه البركة وتلك النور؟ شكله إيه؟ أنا لا أعرف. وأعتقد أنا سمعت حد قال هذا الكلام، لكنه أنا يعني ليس به حديث، إحنا بنتعامل، أنا بالنسبة لتخصصي بتعامل بنصوص وننقل أفهام العلماء في فهم الأدلة الشرعية اللي بين إيديهم، سواء من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة. فأنا لا أعرف هذه المعلومة، لأن حضرتك بتتكلم كده في معلومة يعني علمية، فإحنا في النهاية معلومة يعني بيكلمها من الجهة العلمية، لكن لا أحقق بأنها معلومة علمية، لكن نعلم أن للقرآن بركة عظيمة بيستشعرها بقى كل إنسان مع نفسه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا له. الأستاذ عمر عادل حاضر، إن شاء الله هنتكلم في بداية الحلقة عن حكم الدين في وجود المحرم في سفر المرأة بالطائرة، هل من الضروري ولا ممكن تطلع السفر أو تسافر يعني في الطائرة مع ركاب عاديين؟ حاضر، هقول لحضرتك غدا إن شاء الله، بس عشان عايزة أفصل، هو يجوز لها لأنه مع وجود الأمن يجوز لها السفر بدون محرم، وحنقول تفصيل الفقهاء في هذه المسألة وفهموا إزاي العلة من المنع في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ورد منع، ورد أنه النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الغيب في أنه في المستقبل حتشوف يا العدي بن حاتم أنه المرأة تسافر من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخشى أحدا إلا الله تعالى، فتكلم، فهنا وضحت أنه مسألة النهي على أنه لا تسافر المرأة بغير محرم، أنه هذه المسألة خاصة بحقبة أو فترة زمنية معينة أو ظروف معينة، ربما ظروف دي ترجع مرة تانية، فإذا وجدت لابد من وجود المحرم، وده يعني صيانة وإكرام للمرأة وليس تقييدا لها. هنفهم ده بتفصيل، بس أنا قلت لحضرتك الحكم يعني سريعا ناقلة فيه لما اجتهد فيه أهل الفقه والعلم يا أستاذ عمر عادل، وبكرة إن شاء الله نفصل فيه القول في بداية الحلقة بالأدلة. معانا خلاص ولا إيه يا أستاذ هشام؟
خلاص احنا ان شاء الله نكمل الرد على اسئله حضراتكم غدا باذن الله. معلش عشان احنا خلاص في نهايه الحلقه، وفي الختام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبه حرم واسمه قسم من اعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. أستودعكم عناية الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.